طيب نرجع تاني بقى لبرج التور، علشان ست برج التور زمانها دلوقتي قاعده على نار ما كملناش كلام عنها، وعايزين بقى ست برج التور بتحب قوي الروائح النفاذه، يعني تلاقيها بتحب البارفانات القويه جدا، تحب ريحه العيش، تحب ريحه الصابون، ريحه الشامبو، حاسه الشم عندها قويه جدا، فهي نظيفه جدا الست التور. كمان هي من الناس المضيافه، ويوم لما تعزم مش زي مثلا الناس بتوع دلوقتي صنف او صنفين، لا ده 200 صنف وليمه كتير. ست جدعه جدا، سمعتني مثلا انا بتكلم محتاجه حاجه معينه وبدور عليها، هي تلف الدنيا كلها لحد لما تجيبها لك. هي شكلها كده من الثلاث صفات اللي انت قلتيهم كريمه كمان. هي كريمه كريمه جدا، وبتحب كمان الفلوس، لان هو برج التور سواء بقى راجل او ست هو برج مادي، يعني هو ثابت، فيبقى حاجه ماديه. هما الاثنين يحبوا الفلوس، لكن راجل التور يحب الفلوس عشان بيته وولاده. الست التور لو اديت مثلا اكزامبل، مثلا معاها 1000 جنيه تصرف 700 عليها و300 على اولادها. امال هتعمل الوليمه ازاي وتجيب الشامبوهات والحاجات اللي انت قلت ايه؟ 300 على اولادها، مش لحد. الراجل التور يصرف الألف على بيته وعلى اولاده. بص الفرق. فهي لا معتزه بنفسها، يعني عامله قيمه لنفسها. اوكي. يعني هي ممكن تاخد كمان من ولادها عشان نفسها. تبقى مش كريمه قوي بقى ولا حاجه. لا هي كريمه علشان قدام الناس. شوي. بصوا هي عملت ايه، بصوا السفره اللي عملتها، بصوا الساعه اللي لابساها. في كام شخصيه قوي الحاجات دي كده. طب كويس. طب عاطفيا بقى، بصي هما الاثنين زي ما انا قلت التعبير الحب اقوال وليس باردون افعال وليس اقوال. والست كده فالست التور تحب حتى تخلف كتير، وتحب قوي علاقتها مع الراجل جوزها. طبعا تفهمين. فهي بتحب قوي لان حاجات محسوسه، حاجات ماديه. واخده بالك؟ غير الكلام الشاعري، غير الكلام الافلاطوني. ايه الكلام ايه ده، هعمل بيه ايه؟ هي عايزه حاجه ماديه عمليه، حاجه ملموسه. عندي ولاد. تحب كمان حتى يبقى عندها ولاد كتير. ده بالنسبه للعاطفه. طب الفتره اللي جايه بقى حظهم هيكون عامل ازاي مع دخول المشتري مش عارفه فين؟ لا هو في حاجه تانية. هو يوم 8 اللي هو اول امبارح، المفروض فينوس اللي هو الكوكب اللي مسيطر على برج التور دخل برج السرطان. فده هيعمل لهم حاجات حلوه جدا، هيساعدهم، لان برج السرطان بالنسبه لهم هما بيتهم الثالث. احنا كلنا عندنا 12 بيت، وكل بيت ليه صفه معينه. بالنسبه للسرطان، السرطان بالنسبه للتور بيته الثالث، فهيكون عنده دعم من الناس اللي حواليه، دعم من اخواته، دعم من عيلته. لو في مشروع او كان في دراسه معينه كان بيعملها من فتره هيبتدي تطلع للعلن، تظهر يعني. هيكون عنده بعض التنقلات البسيطه، يعني عنده مثلا اسمها ايه تبع الشغل، تبقى اسمها ايه، ورديه ولا اسمها ايه، شفتات لا مأموريه. عنده مأموريه تبع شغله، عنده سفر بسيط، يعني هيكون في نوع من التواجد اكتر ان شاء الله. حاجات برضو كلها خير. بنشكرك جدا يا جولي، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا النهارده، وهنستناكي بقى الشهر الجاي في البرج الجاي. وعدينا بكده. للاسف خلصت انا بسرعه قوي. بنعتذر طبعا لكل الناس اللي بتتصل بينا دلوقتي وما عرفناش نرد عليهم. شكرا ليكي يا جولي جدا. شكرا يا مي على الحلقه الجميله. استمتعنا استمتعت بوجودي معاكم الحمد لله. حلقه النهارده وخلصت للاسف. حلقه النهارده ان شاء الله نقابلكم الاسبوع اللي جاي من يوم الاحد الساعه 5 في برنامج انتي على اي تي سي. اوعوا تنسونا. باي باي.